أعتقد أن المشكلة أعمق من خلافات سياسية. هناك فساد كبير للأسف الشديد مستشري في جهاز الدولة، سواء السلك الخارجي أو حتى أجهزة الدولة في المؤسسات العاملة داخل المحافظات المحررة، في السفارات، في المنح، في النفط، في أماكن كثيرة، حتى على مستوى وزارة الدفاع. يعني للأسف الشديد كل الأجهزة تعاني حالة من استشراء الفساد، خصوصا بعد 2015 لما انهارت الدولة وأدارت الدولة بشكل كبير نظامها، أجهزتها، تحويلاتها المالية من الخارج، وغاب بشكل مطلق أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وضعفت الدولة. هنا للأسف الشديد كان طبيعي جدا أن تنشط خلايا الفساد وتتوزع المحسوبية، وأن يكون هناك للأسف الشديد لوبي كبير أدار الدولة خلال السنوات الماضية وأنتج وأثمر حالة الفساد هذه. الأمر ليس متصل بحالة الصراع السياسية، هناك فساد على الأرض تمارسه كل الأطراف السياسية، كل الأحزاب، كل القوى التي أمسكت مطاف الدولة. نعم. لدينا طبعا الفساد أيضا لا تنسى أنه موجود في غالب دول العالم الثالث كما يوصفون، وبالتالي في وضع اليمن ربما يكون الوضع أكثر بسبب الحرب. لكن الآن كيف يمكن أن تتم المعالجة؟ لأنه قضية التسريبات ربما لا تكون دقيقة من جهة، وربما أن يعني يكون هناك ما خفي أعظم كما يقال. لماذا لا يتم تفعيل فعلا الجهات الرسمية من أجل الرقابة والتحقيق في ذلك؟ أول المعالجات في الحالة اليمنية هي معالجة البتر. نحن لدينا مثلا سلك دبلوماسي ضخم جدا لدولة تعاني حرب وتعيش ظروف حرب. إذا نظرت إلى السلك الدبلوماسي اليمني ستجد أكبر بكثير من دول عربية كثيرة تعيش حالة رخاء وربما حالة استقرار.